طوش. شو رايك انتوا عندكم شباك ده؟ انتوا قاعدين في الهوا. طب ليه كده استاذ حسين؟ ده انا بحب يا عم اجري بعيد. عايز ايه يا حاج؟ وبعدين بقى خير خير جاي ليه دلوقتي؟ ايه بقول لك يا اسماعيل؟ نعم. واحد كان اسمه اسماعيل قاعد يعمل كده البرنامج اللي فات مات. اهجى يابا انت عندك السكر. سكر سكر يا حبيبي. لا بقى العمليه زادت قوي. سألنا في الحديث مع الفنان الكبير حسين الشربيدي ونأسف على العطل. استاذ حسين اكتر مقوله اكتر كلمه بكل ما تروح تمثل شخصيه تلاقيهم كانت بينهالك في الحوار كانت ايه؟ والله ما انا فاكر ده. انا عملت حوار كتير. صح الله يخرب بيتك. ايه اكتر مقوله اللي قال لك عليها الاستاذ حسين الامام؟ ايه اكتر مقوله؟ مقوله يعني ايه؟ طيب لو عرفت مقوله وطعميه. الله يخرب بيوتكم مالكم في ايه؟ اقفل الفل. يابا انت عندك اتشخت. اقفل التراك ده. اقفل التراك. صحيح انت عندك كرابانكل. دي مهزله. دي مهزله. خلاص الله يخرب بيتك يا اسماعيل. الله يخرب بيتك. اشوف فيك اسبوع. يا باي على الناس الرزله دي. الولد عايز يخش الحمام روح وديه. حمام ايه؟ انتوا عندكم حمام؟ خلاص ولا ايه؟ خلاص يا اسماعيل. خلاص. طب بص يا اسماعيل خمس دقايق خلاص. خلاص مش معانا. قطعوا الخط. قطعوا؟ اه قطعوا. الحمد لله ربنا. يا جماعه احنا طلعنا على القمر ولا ما طلعناش على القمر؟ ايه؟ طيب لسع الكاوتش دي يعني ايه؟ لسع الكاوتش في السويتش يا باشمهندس؟ لا بجد لا. ما خلاص انقله على 100 وات. انقل الخط على 100 وات. ايوه ما تستقبلش تليفونات بقى على الوات الثاني خالص. ده احسن مش فاضيين. اوكي؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني على ضمانتك خلاص؟ اوكي. دي مهزله انا بتكلم جد. يلا. والله ايه ده؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لا صحيح. وبعدين منقين واحد غلس هو اللي فضل معلق معاكو؟ اسماعيل مش معقول. مش معقول على غلاسته وغتدته. يا سحس الله يخرب بيتك يا استاذ حسين. ليه كده العوا ده؟ يا اسماعيل يعني انا رايح ربع ساعه عليكم بتغلطوا فيا. بص انا مراتي بتقول لي اصحى دول بيعملوا. يا استاذ اسماعيل احنا هنطلع على الهوا دلوقتي. هنطلع على الهوا بجد. طالعين على الهوا؟ ايوه. طب ما هتاخدوا برد كده. يا استاذ ما ينفع. بكلم جد مش هزار. طب هتطلع الهوا يعني؟ شكلنا وحش. احنا على القمر الصناعي يعني في بلاد تانية بتشوفنا. تيتا وتيب التباتا. طب خلاص هنطلع على الهوا. استنى بقى يلا يا جماعه. يا استاذ هيقولوا علينا ايه؟ انا بكلمك جد. بكلمك جد يا جماعه. يا مدام احنا على فكره احنا عندنا خاصيه اظهار الرقم. هيبقى في بهدله. هيبقى في بهدله بجد. بهدله. لازم عصبي جدا وقليل ادب. لا لا يعني لا. ممكن اعمل لكم حاجات يا استاذ. احنا دلوقتي على فكره الرقم اتاخد وهم دلوقتي بيدوروا على عنوانك. خليك فاتحه كده لغايه لما البوليس يجي يقبض عليك. هو انا فاتحه عشان ريحه السجاير. بحبك يا سحس والله. احنا في حدائق القبه. اركب تاكسي وتعالى. لا ده انا بعيد. انا ساكن في الساحل الشمالي. شمالك ولا هنستناك. هنستناك يا جماعه. يا كنترول روم يا جماعه. ايه هي ماسوره واتفتحت؟ يعني ايه يعني ايه؟ لا بتكلم جد. ازاي يعني لسع الكاوتش في السويتش بتاع الوات اللي على الخط التاني؟ اوكي. 4 3 2. هوا. ايه يا بنت اللي بتعملي ده؟ هوا ايه وبتاع ايه؟ الله يخرب بيتك يا اسماعيل. على بيت مراتك. اطلع ولا ايه؟ ربنا ياخدكم. اطلع ولا ايه يا جماعه؟ يا كنترول يا رب اقرا نعيك بكره. اطلع ولا ايه يا كنترول؟ نعي ولا مستوي؟ يا هلا. ليه يا استاذ بتشتمني وبتشغلش فيا؟ بتشغل حاجه يا مدام؟ مش كويس لان يعني انتوا الاثنين هتتشدوا. بتكلم جد. طب بتشتمها ليه يا سحس؟ انت عارفه ولا ايه؟ ما هي باينه من صوتها. طب يا مدام خليك انت محضر صلح بيننا من فضلك. حاضر حاضر. استاذ حسين شربتوا حاجه الاول ولا لا؟ والله ما شربنا حاجه. هو انت مخلينا؟ طب سخن كلهم بسرعه. طب ابعت لنا اتنين شاي. بس خلوهم سريعش البطاطس. لو انت جدع كده ابعت لنا اتنين شاي وصينيه البطاطس. اقلل لكم كام بيضه ولا افتح لكم حاجه؟ طب استاذ معيل. استاذ معيل انا هقول لك على فكره كويسه. امرني. سيبنا نطلع على الهواء وبعدين اشترك معانا في حديث نتكلم فيه. يعني اسيبكم تطلعوا بعد كده انا اشترك؟ ايوه خلاص. ما بعد ما نطلع.
طب بكام الاشتراك بقى؟ 3 2 السيدات والسادة عدنا بعد الفاصل في عطل فني يبدو ان في عطل فني لا اتفضل استاذ حسين في عطل فني عطل فني هنا عطل بشري الخط فيه مشكله عندنا وعلى على ده في واحد اسمه اسماعيل على ال 14 رقم تليفون ففي عطل جاي عليهم كلهم فظهر حد من الاصدقاء مش عايز يقفل الخط احنا نستأنف حسين انا زعلان بجد لان انا بحب الاستاذ سحس يعني انا نفسي تزعل لا بجد عارف انا مهمتي ان انا زعلك بالعكس انا اول ما قالوا النهارده في لقاء مع الاستاذ حسين الشربيني قلت له ده حبيبي وانا في الساحل الشمالي حبيبك منين وانا اعرفك لا انا انت حضرتك انا بحبك انما انت ما تعرفنيش حبك بورصه و10 خرص خليك انا على فكره في الساحل الشمالي هربان من السحاب السوداء ماليش دعوه بالساحل الشمالي مع السلامه طب ماشي سلم على بابا ما تغلطش فيه بقى عبكيت لا هغلط فيه وهغلط فيكي كمان شكرين كترتوا كلام مش هيحصل لكم كويس طب انت حاطط على السبيكر يعني امسك السماعه على الاقل عشان بكلمك لوحدك يا استاذ حسين شايف اسلوبه انت فاتح السبيكر وكل المدام مش حلو اسلوبه مع المدام مش حلو في عوا حقك عليا احنا على الهوا اسلوبه على الهوا على الهوا وفي فقره مهمه لازم نتكلم فيها بدريه كويس يا كنترول يا بنت يا بدريه اللي بيغلط في استاذ حسين الشرابيني ده شرابينك ولا مش هيحصل لك كويس يا جماعه انا افتكرت انكم قطعتوا الخط عليهم بجد لا ما احنا جبنا فتله وابره هنعمل ايه اقفلوا يا جماعه اعملوا اي حاجه من على الراك كلموا هيئه التليفونات النور وقع كمان النور وقع حلو قوي اوكي جدا والنبي يا استاذ رائد الاخ اللي اسمه اسماعيل ده انا اتشائمت من خلاص الله يخرب بيتك 5 4 3 2 1 السيدات والسادة نأسف للعطل الفني عدنا بعد الفاصل لنستأنف الحديث مع الفنان الكبير حسين الشربيني ونستأنف كنا النهارده بنتكلم مع استاذ حسين عن الصبر ومفتاح الفرج اكتر من كده صبر ده انا صبرت صبر ما صبرتوش قبل كده الكلمه دي يقال انها كل ما يعني نسال حد الممثلين يقول لك ما فيش سيناريو الا ما بيبقى مكتوب فيه صحيح بيبقى الكلام ده يا سحس ما ترد ردت الميه بزورك انت مالك ما تغلطش في اسماعيل هو بيسالني انا ولا بيسالك انت انا هقول لك على فكره شيء. انت اعمل حديث مع استاذ حسين يا عم حديث مين اسال استاذ حسين اللي انت عايزه وانا هسمع اهو اتفضل اتفضل ايوه يا سحس عملت مسرحيه في اسكندريه؟ لا لا بجد لا بجد طب اصحح لكم العيال يقعدوا دي اشاعات لا انا مفيش مشاكل ان انتوا تعملوا مسرحيه في الصيف بس طول السنه نذاكر طب انت اخر فيلم شفته عجبك لاستاذ حسين الشربيني كان فيلم ايه؟ لو ذاكرتوا طول السنه هخليكم تعملوا مسرحيات في الصيف فعلا انت فين وهتتبهدل يعني لو انت راجل بجد تعال اقعد معانا ما انا المشكله في حاجه بس مشوار مشوار لا انا عرفت دلوقتي بالكنترول روم انت فين انزل من البيت احسن لك بس انت في احنا الحديث مع بعض يا استاذ حسين يا ريت كنا بنقول ايه الصبر مفتاح الفرج شفت انت فاكر ازاي امال نسيت طب ليه كذا بقى ايه ده؟